يسعد مساكم يا جماعة، يسعد مساكم. عم تسمعوني يا جماعة؟ يسعد مساكم. عم تسمعوني؟ معي بكثير. يعطيكم العافية ويسعد مساكم. الله يعافيك. نكمل فيما كنا قد بدأنا به في المرة الماضية. في أحد عنده أسئلة؟ في أحد عنده تساؤلات؟ في أسئلة شباب؟ شباب في أسئلة؟ طيب خلينا نروح نكمل في المثل. أعتقد إحنا أنجزنا إنجاز كويس في المثل. وصلنا في المرة الفائتة لحديت خلينا نقول اللي هو البيم، وإذا بتتذكروا حسبنا المومنتس للبيم وحسبنا الحديد، عملنا تشيك إذا بلزم دبلج ولا بلزموش. هاي الخطوة حسبنا رو، حسبنا الحديد، وطلعنا بهذا الجدول ووزعنا قضبان. يعني كنت بحكي عن توزيع القضبان وطلع الحديد اللي بيطلع في البيم بهذا الشكل، وقلت يعني عرض 40 سم حط في بالك تقريبا بوسع له 7-8 قضبان بحده الاقصى. الان بعدين اخذت الشير في ماكس، هاي في ماكس من الشير فورس دايجرام، من الشير فورس دايجرام اللي هي 405. تمام، من ال 405 حسبت ال 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 V ultimate which is nothing but V ultimate V max minus W ultimate في D. طبعا W ultimate is the slope ودي distance بين ال V ultimate وال maximum value. عوضنا وطلع معنا قيمة ال V ultimate. هاي سؤالي لكم، في أحد بعرف ليش بنبعد مسافة D عن السبورت؟ كمان مرة، ليش بنبعد مسافة دي عن السبورت؟ لأنه الكراكس ببلشش من السبورت. الكراك بصير بزاوية 45 من السبورت، يعني لو أنا عندي جسر هيك، هاي العمود مثلا أو هاي العمود، خلينا نقول نصعه شوي العمود، فبصير الكراك هيك، هاي الزاوية تقريبا 45، عشان هيك هاي المسافة الأفقية دي. يعني كأنه الحمل اللي جاي في هاي الحارة بروح للعمود مباشرة. تمام، عشان هيك بنطرح هذا الحمل. أوكي، طيب الآن نعود. هلا صار عندي في ألتيميت، كونه هذا جسر فبدنا نحط فيه كانات، فهي معي في ألتيميت، فبحسب في سي. في سي زي الكود القديم تماما لأنه في كانات، ففي سي سدس جذر اف برايم سي 400 540 في 10 قوة سالب 3. لاحظوا، نحكي بالفوليوم العالي هون، ما ضربتش في 0.75 لأنه هاي في سي مش فاي، في سي مش مضروبة بفاي، وما ضربت في 1.1. ها طب ليش ما ضربناش هون في 1.1؟ شو رأيكم؟ ليش في الرب ضربت في 1.1 بس هون ما ضربت في 1.1؟ 100% فاطمة بتقول لأنه هذا بيم، ال 1.1 هاي بس للرب سلاب إذا بحقق الشروط، مش لأي رب سلاب، الرب سلاب اللي بحقق الشروط. فقسمنا الفي ألتيميت تقسيم ال 0.75 which is V minus VC، فهاي V ultimate over V minus VC تعطيني VS، عادي جدا. هلا في اس بقارنها بفي اس ماكس، وفي اس ماكس زي ما بتعرفوا فروم كونكريت 1 هي 4 اضعاف الفي سي مور اور ليس،
تمام في الحالة هاي في اس ماكس أربع أضعاف الفي سي، أربع أضعاف الفي سي 782. طبعا هي مش هيك بالضبط معادلتها، بس في الشروط اللي احنا بنشتغل عليها لو عوضتها بتلاقي أربع أضعاف الفي سي. سؤالي لكم أجين، لو في اس طلعت أكبر من في اس ماكس شو بنعمل؟ شو الحل؟ في اس ماكس كيف؟ ناخذ الفي اس ماكس. شو رايكم؟ شو رايكم بفكرة زميلكم؟ شو بجوز في جواب ثاني؟ 100% فاطمة بتقول بنكبر الأبعاد. إذا في اس أكبر من في اس ماكس هذا يعني إنه نصاحة البيم اللي عندك غير كافي للقص، عليك بتكبير أبعاد الجسر اللي عندك. Is it clear؟ يعني هذا التشيك اللي هو إنه في اس أقل من في اس ماكس، هذا التشيك اللي هون هذا بيمثل تشيك إذا كانت أبعاد الجسر كافية للشير ولا لا. ولاحظوا إنه الفرقية هائلة، عشان هيك أنا كنت أتغنى وأقول الجسر اللي بيحدد أبعاده هو المومنت، نادر ما يحدد أبعاده الشير. يعني المطلوب 273 تقريبا، ومعنا مجال لحديد 782، بتضل الأبعاد ممتازة، فمعك مجال هائل. أوكي، نحسب الـ AV على S. Very much similar to what we did earlier. هاي الـ AV طبعا بحول وحداتها، الـ AV على S قانونها، إذا بتتذكروا الـ AV على S قانونها من كونكريت 1 هو عبارة عن VS تقسيم FY ضرب D. طبيعي البسط لازم يكون بالنيوتن، فأنا عندي 272.7 كيلو نيوتن بضربها في 10 قوة 3 عشان تصير نيوتن، تقسيم 420 ميجا باسكال هي الـ FY، 540 اللي هي D، بطلع 1.2 ملم سكوير بير ملم. نختار كانت، بس قبل أن نختار كانت لازم أقارن بالمينيمم، فبحسب AV على S مينيمم اللي هي رو مينيمم إذا بدك على 4، رو مينيمم على 4 أو هاي هي 0.35 على FY whatever، 0.35 على FY طبيعي، أو في معادلة ثانية إذا بتتذكروا لي 0.063 جذر ال F برايم C على FY. كلها فورميليشن موجودة في الكودات وتعلمتها بالكونكريت 1، هذا كله في بي دبليو. طبعا الكبير في هدول، الكبير الماكس، وقلت هذا بالضبط اللي بين قوسين، الماكسيم اللي بين قوسين هو نفسه رو مينيمم على 4. طبعا الماكس ما دام باطون 28 ميجا باسكال او اقل بيطلع هذا، تمام هذا اللي عوضناه بالضبط هون، وطلع معنا الـ AV على S a lot larger than AV على S minimum. بضل السؤال طب شو نستخدم كانت؟ شوفوا براكتيكالي إذا هذا الرقم طلع دون النص فكان 1.80 ملي، إذا هذا الرقم طلع بين النص والواحد يعني بصير في أمامك خيار أنك تعمل كان 1.10 ملي، تمام؟ أو ممكن تعمل كانتين، يعني بجوز نقول النص للواحد ونص مش النص للواحد، تمام؟ النص للواحد ونص خلينا نقول، إذا هذا الرقم بين نص لواحد ونص بقدر أعمل أنا كان 10 ملي، يعني 2 legs 10 ملي، أو كانتين 80 ملي. شو يعني كانتين 80 ملي؟ يعني فور ليجز، يعني كانتين هيك من داخلات في بعض. إذا الرقم طلع أعلى من واحد ونص لحديت التنين بدي أعمل كانتين من داخلات 10 ملي أو كان 12 ملي. أوكي؟ أكثر من تنين ما أعتقدش يطلع، بس إذا طلع في هاي الحالة يا إما بتعمل كانتين من داخلات 12 ملي أو بتحط أقطار أكبر. براكتيكال يعني ما حدش بحط اكثر من 12 ملي، اللي هو دكتور الرقم الاي في على اس. انا بدي اعيدهم كمان مره، طبعا هاي دير بالك مش رولز، ما تنفهم رولز، هاي اقتراحات من عندي مش حتى من الكود،
بالبراكتيكال كونسنتريشن. اذا الاي في على اس اقل من نص، حط كاني واحده فاي 8 ملي يعني 2 ليجز فاي 8 ملي، بطلع معك الشغل السبيسنج معقول. اذا طلع بين نص وواحد ونص بتحط يا تنتين 8 ملي يعني 4 ليجز 8 ملي، او كاني واحده 10 ملي القطر 10 ملي. إذا أكبر من واحد ونص بتحط إما واحد 12 ملي أو تنتين 10 ملي. يعني هيك خلينا نقول هاي 10 هاي 12، هدول في حالة كان ماله أكبر من واحد ونص. أوكي؟ وهدول في حالة هاي الحالة اللي بين نص تو واحد ونص، تمانية تنتين أو عشرة واحدة. البناية في الواقع بحبوش يعملوا كانات أقطار كبيرة، بتغلبهم في التنفيذ. يعني if it's possible أكثر شيء تستخدم 8 ملي أخدم كيف؟ أكثر شيء تستخدمها 8 ملي 100% سهل. يعني لو بده يطويها، لو بده يعدلها الكاني، اما 12 ملي شو بده يلفها الكاني ويفوتها في القضبان وإشي، بتغلب كثير. فيعني حاول يعني اذا بزبط ابو 8 ما تروحش تحط ابو 10 او ابو 12. هذا اللي انا بحاول احكي لكم اياه. طيب هاي جايدنس في النهايه، يعني بدكيش تشتغل هيك حر انت. هلا انا طلعت عندي 1.2 الليمت، فحطيت 4 ليجز 8 ملي، يعني كانتين بالداخلات ابو 8. طبعا الكانتين بالداخلات ابو 8 مساحه الاربع ليجز 200 ملي. من وين جبت هذا الرقم براء؟ شو رايك من وين جبت ال 200؟ براء معنا؟ معك دكتور. بتكون 2 اي في اربع ليجز، ففي عندي اربع ليجز، كل ليج ابو 8 ملي، شو هي؟ باي على 4 في 8 تربيع. اذا معك كالكوليتر يا براء او اي حد من زملائك اعمل هاي الحسبه، 4 مع 4 بتشطب، باي في 8 تربيع بيطلع تقريبا 200. صحيح يا دكتور. واضحه كيف؟ تمام. طيب نحسب الاس. الاس اللي عباره عن ال 200 اللي هي المساحه على الاي في على اس، بتطلع 167 ملم. بدنا نقرب هذا الرقم داون، ها مش اب، لازم دائما تقربه داون لرقم جميل. فبقول بدي 2 فاي 8 كل 15 سم، بدي قطعتين فاي 8 ملي، بدي كانتين فاي 8 ملي كل 15 سم في الجسر. Is it clear؟ واضح دكتور. والسبيسنج رقم جميل ومعقول، هيو 15 سم يعني تبيكل لطيف. هلا نيجي للديتيلينج. الفروت لكل اللي اشتغلناه هو الديتيلينج، يعني خلاصه اللي اشتغلناه كله الديتيلينج. الديتيلينج يا شباب كيف نرسم حديد تسليح السلاب، حتى نفهم نرجع نشوف شو حديد تسليح السلاب كان. هيا هذا اذا متذكرينه هني اذا ناسينه هني بحاول اذكرك فيه. 2 12 سفلي 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 و10 ملي على الجهتين و14 في نص. حتى نقدر نعمل ديتيلينج في قضايا متعلقه باطوال القضبان ضروري تكون عارفها. شو هي القضايا المتعلقه باطوال القضبان؟ القضايا المتعلقه باطوال القضبان يا شباب لها علاقه بعده امور، خلينا نحاول نناقشها على طرف وبعدين نيجي نحكي عن الديتيلينج. طلعوا خلينا نروح على البورد. هلا انتوا بخرساني واحد تعلمتوا انه هاي المومنت دايجرام للسلاب، بدنا نطلع حتى نطلع اطوال القضبان. ثاني هاي البيم الاول او السبان الاول في السلاب، هيك المومنت طلع معي، هون في قيمه وهون في قيمه وهون في قيمه، وانا حسبت حديد لهون حديد لهون حديد لهون. فحتى اطلع اطوال القضبان السفليه بنمد جزء بنقطع جزء، العلويه بنمد جزء بنقطع جزء، وهكذا العلوية على الجهة الثانية. مظبوط؟
ففكرة بنمد جزء وبنقطع جزء حسب خرساني واحد بدناش كثير نطبقها، خلاص السفلي راح نمده all the way، فالقضبان السفلي راح نعملها كلها extended، ما راح نمد جزء ونقطع جزء، والقضبان العلوي برضو راح نعملها كلها extended. يعني في الخرساني واحد أعطتك مجال انك تعمل جزء من القضبان extended جزء cut off، فالسفلي راح نعملها كلها extended والعلوي كلها extended. هلا حسب ما تعلمته بكونكريت 1 السفلية لازم تفوت في السبورت كم الاكستندد بارز، كم هاي المسافة؟ مين بتذكر؟ 5 ملي 5 سنتي 5 ملي 5 سنتي 150 ملمتر 150 اتليست 15 سنتي مش كثير، يعني 15 سنتي مش كثير للمعلومة، ونفس الشيء في الجهة الثانية. فمعناته قضباننا السفلي لازم تفوت في السبورت 15 سنتي كحد أدنى. للمعلومة إذا أنا بصمم زلازل وبفرد حديد زلزالي، القضبان السفلي لازم تفوت في السبورت الديفلوبمنت لينكث، وبتعرف الديفلوبمنت لينكث أطول بكثير من هاي المسافة. فاكرين شو معنى ديفلوبمنت لينكث؟ LD شو معناها؟ LD شو يعني؟ ديفلوبمنت لينكث طول التشريك شو يعني؟ تشريك الحديد مع الحديد. لا، هذاك الطول التوصيلي splice length. التشريك هو طول القضبان اللي لازم يفوت في الخرساني، بحيث لو جيت أسحب البار، البار يصير في yielding قبل لا يسحب من الباطن. تمام؟ البار يصير في yielding قبل لا يسحب من الباطن. وهذا الطول يعني تقريبا بيكون حوالي 50 بقطر البار للقضبان السفلية. يعني القضبان السفلية 10 ملي بدك 50 سنتي، إذا القضبان السفلية 12 ملي بدك إيش؟ بدك 60 سنتي وهكذا. تمام؟ أوكي. تمام. الآن نيجي يا جماعة على مين؟ للقضبان العلوية. إذا السفلية خلصت منها، في مشكلة؟ في أحد عنده مشكلة؟ We can easily compute its length now. لما نروح هناك على الرسمة، العلوية بالنسبة للعلو الوسطاني، طريقة الخرساني واحد شو حكت لك؟ قالت لك بتحسب موقع هاي نقطة من المومنت دايجرام، وبعدين بتمد وراها مسافة. العملية هاي مضني شوي، فعشان هيك نستخدم طريقة مالها أبسط. شو الطريقة البسيطة؟ الطريقة البسيطة إنه إذا أنا عندي سبانات متجاورة وبدي أحسب طول القضبان العلوية، فالقضبان العلوية بتيجي هيك، امتدادها في كل اتجاه، يعني هاي المسافة هي LN max على 3. طبعا شو المقصود LN max؟ مش max everywhere، لا، الماكسيموم اوف ذيز تو جايز، يعني هاي LN1 وهاي LN2. تمام، الكبير من هذول الاثنين، يعني الماكسيموم اوف ذيز تو جايز هو LN max. تمام، وامتدادها من الجهه الثانيه نفس الشيء، LN max على 3، يعني ثلث السبان الاطول. واضح؟ ثلث السبان الاطول، خلاص هاي بتغطي المطلوب. الآن على الجهة الثانية عندك أنت الحديد العلوي هيك بيجي، امتداده من طرف العمود لحديد نهاية البار LN على 4. طب ليش ما قلتش LN max؟ ليش ما حكيتش LN max هون؟ شو رأيكم؟ معتز شو رأيك؟ ليش ما حكيناش LN max هون؟ المسافات مختلفة، بتكون جزء أقصر من هو سبان واحد، يعني هاي جاي في سبان واحد، هاي طرف سبان واحد، بينما هذا السبورت جاي بين سبانين، عشان هيك قلنا الكبير على ثلاثة، بس هاي جاي في سبان واحد، ليش بده يكون في ماكس؟ فاهمين معي؟ آه.
واضحة هلا؟ يعني هاي يعني باختصار إذا هذا سبان يعني هاي راح تكون LN 1 على 4، طب وهاي الجهة LN 2 على 4، كل واحد بسبانها ما له مال سبان الآخر. طب السؤال في هاي المنطقة شو بنعمل؟ بنشوفهم مرات عاملين هوك، هل نعمل هوك؟ خلينا أكبر الفيو شوية وأحكي لكم شو لازم نعمل. هاي كبرنا الفيو، هاي العمود وهي الجسر. الحديد العلوي اللي أنا بدي أحطه حكيت لازم يمتد من الجهة اليمنى هون كم؟ كم يا شباب؟ LN على 4، يعني من هون معروف طولكم هون هاي LN على 4. طيب وبعدين قديش بدي يفوت في العمود هذا؟ 150 برضو؟ لا قطعا لا. هلا حسب خرساني واحد الماكسيموم مومنت جاي هون صح؟ برسمتنا المومنت دايجرام الماكسيموم مومنت جاي هون. حسب خرساني واحد، خرساني واحد بتقول انه عند الماكسيموم مومنت اول بارز كل قضبان التسليح must have they must have development length from both sides. عند الماكسيموم مومنت كل قضبان التسليح لازم يكون معها طول الديفلوبمنت لينكث من الجهتين. طب هون معها طول كبير مش الديفلوبمنت لينكث، مسافه كبيره كبيره لان على 4 هاي. طب من الجهه اليسرى، من الجهه اليسرى ما معه ديفلوبمنت لينكث. طب والحل بمد البار بحيث انه هاي تكون ال دي، يعني هاي لازم تكون اكبر او يساوي ال دي. طب بجوز واحد يقول لك طب ما فيش مجال، يعني ما هون ديد اند، هون ديد اند، عارفين شو يعني ديد اند؟ يعني هذا العمود صح، نهاية العمود مظبوط. يعني افرض حتى اوضح الصورة اكثر، افرض عرض العمود 30 سنتي او 40 سنتي، طيب ما هو القضبان بدها 60 سنتي، طب من وين نجيب؟ بنروح عاملينها هوك. تعرفوا لما بنعمل البار هوك بالفورم لف، يعني احنا القضبان ال دي لها، هلا بحكي لكم كم ال دي في ال دي هوك، ال دي هوك طبعا بيكون اقصر تمام. فاذا ما كفاش ال دي بنعمل هوك مشان نقصر الديفلوبمنت. طب اي هوك؟ هوك ابو 90 ولا ابو 180؟ وشو طب تفاصيله؟ هلا راح كمل تمام. بيرفكت. اذا هي فهمنا كيف بدنا، يا بنعملها هوك اذا العمود عريض كثير بلزمش هوك، خلص البارز بتضل ستريت، اذا العمود عرضه مش كافي نعملها هوك القضبان. لطيف. طيب اذا في عندنا طيران شو نتعامل معه؟ وبعدين بحكي انا بعديها عن الهوك وقصصه. افرض انه في عندك طيران، هاي مش موجود الحالة في الديتيلينج لكن راح تمر معنا في تطبيقات ثانية، يعني في هاي الحالة في حالة الديتيلينج اللي عندنا هون مش موجودة. طبيعي بتعرفوا المومنت دايجرام راح يطلع هيك، يعني كلكم يعلم المومنت دايجرام راح يطلع هيك. إشي زي هيك حسب الطيران وامتداده وطوله تمام. يعني هون في نيجاتيف مومنت، نيجاتيف مومنت، بوزيتيف، نيجاتيف مومنت، بوزيتيف مومنت الى اخره. فالسفلي متفقين عليه وخلصنا منه، ما لناش فيه، هاي مسحنا السفلي زي ما حكيت قبل شوي 15 سم. العلوي، العلوي بيجي هيك من هون يمتد الى نهايه الطيران، طبعا ناقص الكونكريت كفر، يعني انت بتمد البار لحديت اخر الطيران تطرح الكونكريت كفر. طب من الجهة الثانية كم، يعني كم هاي المسافة؟ هاي كم؟ عشان أحسب طول القضيب لازم أعرف هاي المسافة. هاي المسافة هي عبارة عن كيف؟ بعاملها زي معاملة الجهة بين اسمانين. هاي واحدة من الخيارات، هي الماكسيموم لثلاث شغلات. أول شغلة اللي حكاها زميلكم اللي هي الكلير سبان على 4 على 3 اسف، يعني زي كانه كونتينوس. الخيار الثاني الديفلوبمنت لينك، مش لازم تقول عن الديفلوبمنت لينك.
الخيار الثالث 1.5 في طول الطيران. طبعا هاي ال سي وهاي ال ان. ليش طب 1.5 في طول الطيران؟ لانه اذا الطيران طويل كثير بيزيح النيجاتيف مومنت كثير لهي الجهه، صح؟ اذا الطيران يعني تخيلوا اذا في عندي جسر هيك، حتى فهمك شو قصدي، اذا في عندنا جسر هيك طيرانه طويل جدا، لما تيجي ترسم المومنت دايجرام هذا النيجاتيف بيطلع عالي جدا، فبالحكش المومنت كثير يرجع بزدل، فهاي الانفليكشن بوينت بتزيح لايش للجهه، وبالتالي بيصير بدك قضبان اطول. في بعض الناس في السوق فاهمينها مع الاسف الشديد، مهندسينها مش طلاب، انه لازم تضلك ماشي للعمود اللي وراه، مش صحيح هذا الكلام. يعني مرات بيكون عندك طيران متر ونص وفي وراه سبان 7 متر، بمشي القضبان لل 7 متر. ويستج هائل في الحديد، تمام؟ اوكي؟ يعني لازم بيقول لك لازم هذا بار الحديد يضل ماشي لحديد سبورت اللي وراه، مش صحيح هذا الكلام. اوكي؟ وفي ناس بتقول لك 3 اضعاف الطيران، تو ماتش. يعني 1.5 في الطيران كافي وزيادة. تمام؟ على فكرة هاي 1.5 في الطيران من عندي، مش في الكود. بس هدول يعني هاي قياسا على الكونتينيوس زي ما حكى، والديفلوبمنت لينك هذا شيء اساسي في الكود. بس 1.5 في الطيران بتغطي يعني خلينا نقول كل الابلكيشنز كونزرفاتيفلي، وبجوز لو انت حسبت بدقه تلاقي انه بقدر احطها 1.2 في الطيران مش 1.5، بوفر حديد. بس لانه طيراناتنا صغيره، يعني بلادنا قديش طيران؟ مترين، متر ونص، مش مستاهله بدك توفر لك 30 سم حديد، مش مستاهلين. تمام؟ ال LD في عندك هوك، في عندك العادي بوتوم ستريت، بوتوم بارز، وهذا ال LD له مالها؟ شو بتساوي ال LD؟ اللي هي 50 تقريبا، طبعا مش دقيق، اخذت معادلات تفصيليه في ثانيه واحد، 50 dB في area of steel required على area of steel used. تمام؟ 50 في قطر البار، هاي مش دي ضرب دي، في قطر البار في مساحة الحديد اللي لزمنا على مساحة الحديد اللي حطيناه. طبعا دائما هاي الريشيو بتكون اقل من 1، يعني حدها الاقصى 1. هلا اذا توب بارز ستريت، توب بارز قضبان علويه، بتصير بدل 50 60. هاي rules of thumb يا شباب، عشان هيك انا مش موردها في السلايدات، لان هي rules of thumb. بجوز يعني بديش اقول انا اللي يعني من عندي، لا مش من عندي، هي تراكم خبرات مني ومن زملائي. تمام؟ اذا top bars 60 في قطر البار في area of steel required على area of steel used، اذا bottom bars 50 في قطر البار، واذا hook 20 LD hook تقريبا 20 dB. لاحظ قديش نزلت القيمه للثلث تقريبا. راح يسأل سائل منكم ويقول طيب الهوك ان هو هوك فيهم مين احسن؟ تعرفوا في نوعين من الهوكس، مضبوط؟ شو هم النوعين؟ مين بيتذكر؟ يلا بدنا تجاوبونا انتم هلا هون. 90 شو هم انواع الهوكس اللي مروا معك؟ اها 90 وابو 180، صحيح. ابو 90 في 90 درجة هوك هيك 90 ديجري، وفي ال 180 درجة اللي هو هيك 180 ديجريز. عن أنهو هوك بنحكي الديفلوبمنت لينك؟
مين احسن فيهم؟ طب 90 شو رايكم؟ طلعوا هلا براكتيكالي احنا اول شيء من ناحيه انشائيه هذا هوك وهذا هوك، تمام؟ يعني مرات بسال الطلاب طب اذا ما كفاش الهوك ابو 90 بقول لك بنروح لابو 180، هذا كلام خطا 100%، تمام؟ الهوك ابو 180 وابو 90 الاثنين لنفس الغرض بيشتغلوا، واضح؟ بس الفرق ابو 180 اصعب في التنفيذ، فدائما انا بروح لابو 90 ما لم اضطر للذهاب لابو 180. راح احكي لكم كيس بتخليني اضطر اروح لابو 180، لكن دائما لما برسم هوك برسمه هيك الا اذا مضطر اعمله هيك، واضح؟ والتنين نفس المعادلة ال دي هوك بتساوي 20 في قطر البار في area of steel required the area of steel used على area of steel used. طبعا الديفلوبمنت لينك للهوك للمعلومة اذا انتم مش عارفين اي هوب انكم بتعرفوها، افرض هاي حد الباطون وانا بشد في البار هيك، الديفلوبمنت لينك هاي المسافة، ديروا بالكم مش مع العكفة. طبعا نفس الشيء هاي حد الباطون وانا بشد في البار هيك، ديفلوبمنت لينك ثاني المسافه، يعني ما بتجمع العكفات تحديه طبعا نهايه الـ. واضح؟ طب السؤال كم هاي العكفه؟ شوفوا الحقيقه هذا الهوك في الكود هو عباره عن ربع دائره وبعديها منطقه ستريت، هيك الهوك ربع الدائرة نصف قطره حوالي 4 في الدايمتر للبار، والمسافة الستريت اللي بعد هذا الكلام 12 في الدايمتر للبار. لو أنا بدي أبسط حسابات الأطوال على حالي شو بعمل؟ بدل ما أعتبرها كيرف وبعدين ستريت أعتبرها كأنها ستريت، خلص بطلع بزياده شوي في طول القضبان في كونزرفاتيزم شويه ففاين. اذا كم هاي بتصفي؟ شباب يعني لو واحد بدل ما بده يعملها ربع دائره وستريت بده يعملها هيك كانها زاويه بس مشان حسابات الاطوال، هيك كم القطعه هاي الستريت بتصفي؟ 16 دايمتر. 16 دايمتر البار. ثانك يو فيري ماتش. عشان هيك بقول للطلاب العكفه كم؟ 16. طبعا هم لما في الواقع بطوها هيك كيرف، والكيرف اقصر شوي من الكسره هاي، فبالتالي كانه بتبحبح طول البار 3 4 سم 5 سم مسامحينك فيهم. فلما انا بدي احسب طول البار بعتبر هاي العكفه 16 قطر البار. بالنسبه لهوك ال 180 هاي المسافه، هذا نصف دائره من هون بجوز تبدا نصف الدائره، نصف دائره وشو كمان؟ وبعدها ستريت، كم طول القطعة الستريت؟ نفس الشيء. كم؟ 16؟ لا 16 كثير 16. أول شيء دايمتر هاي راديوس هاي نفس الشيء. كيف؟ نفس اللي فوق بحكي 12. لا كثير برضه. هالي ستريت اللي هي 5 دي بي او 65 ملم ويتش ايفر از لارجر. تمام؟ ونصف القطر 4 دي بي. هذا الهوك قليل الاستخدام. طب متى انا بضطر استخدمه؟ مين بده يعطيني هيك فكره؟ انا وعدتكم انه احكي لكم مثال على حاله مضطر استخدم الهوك ابو 180 مش ابو 90. شو رايكم؟ في حد عنده حاله ولا اعطيكم من عندي؟ طيب خلينا اعطيكم من عندي. سقف سماكته 25 سنتي. اذا سقف سماكته كم؟ يعني هيدن بيم، عندي هيدن بيم سماكتها 25 سنتي. والقضبان العلوية فاي 18. هاي عندي الديد اند فاي 18 هيك قضبان.
اعمل لها كسحة 90 درجة، قديش بطلع طول الكسحة هاي؟ هاي باي 18 أو الكسرة اللي هي العكفة، قديش بطلع طولها؟ اضرب 16 ضرب 18 أو 16 يعني، حتى مش ضروري 18، هي 16 خليك تضرب، خلينا نكون براكتيكال أكثر. 16 ضرب 16 قديش بطلع؟ 256 مليمتر، يعني كم؟ يعني 25 سنتي وستة بالعشرة. طب ماني معاي كل السماكة 25 سنتي لسه بده يروح منها الكفر، معناته لو بدي ارسم تو سكيل هذا البار بده يفوت في العمود قديش؟ بجوز 5 6 سنتي، يعني هيك بده يجي، صح؟ صحيح مظبوط. طب احنا مزبوط. في الواقع لما بصبوا كيف بصبوا القضبان هاي؟ بكون مطوبر العمود صابه لهون، اوكي؟ والعمود مصبوب ايوه، ثانك يو فيري ماتش. معناته اذا انا بدي انفذ هاي في الواقع يا شباب، بدي اجي اقول للبنا دير بالك ابو فلان بتخلي لنا 20 سنتي من العمود هدول بتصبهم مع السقف. اذا بدك تحكي له للبنا هذا الكلام انصحك يعني احكي له على السياره مباشره، تمام؟ ضلك هارب، لانه محتمل البنا شو يعمل؟ يشوف له طوريه جنبه، يشوف له شاكوش الطوبار، يشوف له شيء وما تشوفه لا بركض وراك. عارفين ليه؟ شايفين هاي ال 20 سنتي اللي بدها دلوين باطون؟ هاي ال 20 سنتي في عمود، يعني عمود مثلا 50 ب 30 عمدان العاديه المباني السكنيه، عمود تخيل عرضه 30 وهيك 50 وارتفاع 20 سنتي، بدها اربع دفوف، دف من هون ودف من هون ودف من هون ودف من هون، وريش 6 ملي بيقعد له بجوز نص نهار البنا وهو يظبط فيها لكل عمود هاي. فراح تعمل طوش كبيره مع البنا اف يو دو ذات، تمام؟ فعشان هيك طب شو الحل؟ الحل يا عمي بدناش هذا الهوك، بنعمل الهوك الثاني. الهوك الثاني لو رسمته باللون الاخضر مثلا او الازرق، اللون الاخضر هلا هيك بطلع، هذاك بيجي في السقف مش مشكله، هيك معه مجال لانه هاي المسافه ضعف الراديوس، يعني 8 في 16 قديش 8 في 16؟ بيطلع 128 ملم، معنا مجال وزياده. فهمتوا يا شباب؟ تمام؟ طبعا هاي حدود دنيا، يعني افرض انه خلينا المسافه هاي اكثر من 128 فليكن، بالاغلب في الواقع عارفين شو بيعملوا؟ هاي 25 سم، شيل الكفر من فوق 4 ولا 5 والكفر من تحت 4 ولا 5، قديش بضل المسافه بينهم؟ 17 18 سم، فهو بيجي بيعمل العكفه هيك، هاي المسافه 18 سم ولا 17. Which is good. مش مشكلة، تمام؟ لأنه هذا حد أدنى. أي إشكالية وفهمتوا متى بضطر أروح لقضبان المعكوفة بزاوية 180؟ في حد عنده مشكلة؟ بس المسافات للهوك 180 درجة كم؟ هلا العكفة هاي اللي هي نصف دائرة، وبعدين هاي المسافة من ستريت هيك شو بتعملها؟ بتعملها 5 دي بي أو 65 مليمتر، أيهما أكبر؟ بالأغلب اللي بيحكمك 5 دي بي، يعني تذكر إذا القضبان 16 80 ملي، إذا القضبان 18 90 ملي، بتصير أكبر من الإيش؟ من اللي هي 65. بالعاده هم بيعملوا طول العكفه اكثر بكثير من هيك، واضح؟ لما بتقول 90 ملي مش هالمسافه 90 ملي، 9 سم يعني، واللفه هاي يعني لما تقول 9 سم لان بيعملوها اوسع واطول العكفه، بس هذا هاي الحدود الدنيا في الريكويرمنت، واضح؟ هلا انت لو مديت هذا البار بزياده فيش مانع، اذا نقصته شويه عن الريكويرمنت بطل يصير هوك، يعني الاي سي اي بيتعامل هيك، يا هوك يا مش هوك، فيش عنده حلول وسط. فالعكف 16 بكتر البار، اذا انت عملتها اقل بطل يصير هوك، الكود بقول لك هذا بنعتبر لك اياه مش هوك، تمام؟ اما اذا مديتها اكثر من 16 بكتر البار ممتاز فيش مشكله. جريت. في سؤال كانه ما فهمتش سؤالك فاطمه، ايش قصدك لانها جايه على سبانه واحده؟ كانت مجابة من أول دكتور.
اوكي تمام اوكي تمام هلا انتبهت اسف. طيب الان نيجي نتطلع لل نرجع للتفريد الحديد. هاي تفريد الحديد هلا كيف؟ خلينا نبدا بالسفلي لانه اسهل إشي. احنا طلع عندنا 2 فاي 12 سفليات هيهم صح؟ طبعا قبل كل شيء كيف يرسم حديد البلاطه؟ حديد البلاطه بالعاده يرسم على بلان السلاب حديده يرسم يعني المين دروينج اللي بدنا نطلعها على حديد سلاب هو بلان وليس سكشن. هذا المين. الاديشنال اللي هو سكشن. يعني لما باجي بقول لواحد من طلاب مشاريع التخرج او لمهندس من المهندسين اعطيني حديد البلاطه الاصل يعطيني اساسا بلان وسكشنز بتدعم هذا الكلام، اما اذا اعطاني سكشن هذا غير كافي. تمام؟ فبنرسم البلان. هاي حطيت الجسور الرئيسيه وانا اضفت من عندي جسور ثانويه لم نصممها. راحت انا هيك رسمتها الجسور الثانويه لكن لم نصممها. طبعا هذا على الاوتوكاد مرسوم. واضح؟ وبحاول اكبر الفيو شويه عشان تكون الامور اوضح. نبدا بالحديد السفلي. كم المسافه من سنتر العمود لسنتر العمود يا براء؟ براء كم المسافه من سنتر العمود لسنتر العمود عندنا؟ 5.4 عندنا. مش ذاكر الارقام. طب والكلير كم بتصفي؟ العمود 40 والجسر 40 فرضنا، فهي بتصفي 5 متر. القضبان السفلي لازم تدخل في الجسر هون 15 سم وتدخل في الجسر 15 سم. فبصيروا 2 فاي 12، حطيتها انا 2 تي 12. ليش تي مش فاي؟ في الاوتوكاد في كلمه فاي بدها شويه شغل لحتى نجيبها، ف او رمز فاي حطيتها تي. اوكي شفت انا مخططات اعتقد في بعض المناطق بيستخدموا تي بدل فاي. تمام؟ اما اللي منكم بجوز انتم بتعرفوا في الاوتوكاد اكثر مني، بجوز بتنزل اديشنال فونت او اللي هو بعطيك فاي. ف2 فاي 12 والال 5 امتار و30. كيف جبت ال 5 امتار و30؟ الخمسة متر ليه خمسة متر وخمستاش من هال خمستاش 100%. طبعا الأصل بجوز أكتب هون بي بي اللي هي بوتوم بار، بس مش كاتبها أنا. يعني الأصل نكتب بي بي، هي بالرسم موضح أنها جاي سفلية، بس احتياطا بكتب بي بي 2 فاي 12 ال 5 متر 30 أو 2 فاي 12 بي بي أو بي إذا بدك. المهم يفهم المنفذ أنه هاي قضبان سفلية. ونفس الشيء هون ونفس الشيء هون ونفس الشيء هون ونفس الشيء هون وهكذا. فيها مشكلة؟ قضبان السفلية هاي فيها مشكلة؟ لا لا. نيجي للقضبان العلوية 2.14 جبناها من فوق طبعا، والأصل أكتب تي بي، مش مكتوبة بس يفضل تكتبها تي بي 2.14 ال 3 امتار و 74 سنتي. كيف جبتها؟ طول هاي القضبان يا شباب هو عبارة عن من الشمال ال N الكبيرة على 3 ومن اليمين ال N الكبيرة على 3 وعرض السبورت. ال N 5 متر، ال N 5 متر، فخذ من الشمال 5 متر يعني بتصير عندي 5 متر على 3 هذا من الشمال، وزيد لها 5 متر على 3 هذا من اليمين، وزيد لها عرض السبورت 40 سم. شو بيطلع معك؟ في حد معاه كالكوليتر يحسب لنا اياهم الرقمين؟ 3 و73 صح، 3 و73 يعني 3 امتار و73.3 حطيتها انا 3 امتار و74 سم. فهذا الجواب هو نفس الجواب اللي هنا ونفس الشيء هاي طبيعي ونفس الشيء هاي ونفس الشيء هاي. أي إشكالية لديكم؟ في حد عنده مشكلة لحد الآن؟ بيرفكت. هلا نيجي للقضبان الزنخ اللي على الطرف.
قضبان الزنخة هدول. ليش زنخين؟ هلا هدول القضبان خلينا نفصلهم على البورد وبنرجع للسلايدات. انا عندي هاي البيم والقضبان هاي جاي هيك. هاي المسافة من هون واطلع عارفين اللي هي 5 امتار تقسيم ماله 5 تقسيم 4 ln على 4 واللي هي متر ربع. طب من هاي النقطة في البيم قديش بدها تفوت؟ نجرب ستريت، خلينا نجرب ستريت مظبوط ستريت، وهاي علوية فتوب بار ستريت توب. قديش ال LD؟ 50 دي بي 60 العلوي 60 دير بالك العلوي 60 لأنها هي علوية 60 دي بي في ال 60 دي بي كم دي بي 10 ملي. كم الاريا اوف ستيل ريكويرد والاريا اوف ستيل يوزد؟ لا خلينا اوضحها، فخليني نترك البورد شوي ونرجع للسلايدات ونرجع نشوف لما صممنا البلاطه مع بعض هون كم مساحه الحديد اللي لزمتني، كم مساحه الحديد اللي ايش اللي حطيناها مظبوط. مساحه الحديد اللي لزمتني 135، مساحه الحديد اللي حطيتها ايش 2 فاي 10. فنيجي نعوض في البورد ضرب 135 اللي لزمتني تقسيم اللي حطيتها المساحة 2 ضرب 78.5. من وين جبت ال 78.5 يا شباب؟ مساحة الفاي 10. إذا معتز معاه كالكوليتر أو ناصر أو براء أو أي حد من الشباب أو الصبايا احسب لنا الرقم نشوف قديش بيطلع. مش عارف مين من الشباب بحب يحسب هذا الرقم. 516 ملم. يعني مطلوب من القضبان حتى تكون ستريت ان بعد هاي النقطه تمشي للشمال 516 ملم. طب هي كم معها بحد اقصى؟ هلا هاي المسافه 40 سنتي اللي هي عرض الجسر، لكن مش كلها مسموحة، ما في عندي كفر، فبقول الافيلابل لينث. الافيلابل لينث اللي هو الطول المسموح واللي هو كم يساوي؟ كم يساوي الافيلابل لينث؟ 400. لا في من الكفر بنطرح ناقص الكفر. ناقص الكبار 50 350 350. تمام واضح انه الديفلوبمنت اكبر من الافيلابلينج، معناته وي نيد هوك. يعني الستريت بار مش راح، لو بدي احط ستريت بار بيطلع هيك برا الباطون صار، فمش راح يزبط. طب شو الحل؟ بدنا نعمل هوك. فهوك، طب الهوك مين قال لك بكفي ولا لا؟ لو عملنا نفس الحسبة بس بدل ما نعمل ستريت شطبتها بالأحمر هيك، شو حطيت بدالها؟ هوك. هوك شو بصير الديفلوبمنت لينك؟ 20 بدل الستين 20. كم بيطلع هذا الجواب؟ ثلث هاي 172 معاي مجال وزيادة، معاي 350 يعني النص، فمعناته فاين. معناته خلص ما بده للآخر وبعمله. كم صار طول هاي القضبان؟ معناته نمشي مع بعض هاي المسافة من هون لهون اللي هي الأفيلابل لينكت واللي هي 35 سنتي على أساس أنه الكفر 5. هلأ ممكن 35، ممكن واحد يطرح 4، يعني الكفر 4 5 6 سنتي، ما احنا عارفين هذا الكلام. وهاي العكفة كم؟ هاي العكفة كم يا شباب؟ 16 دي بي. 16 دي بي 100% تغنينا فيها كثير. هاي 16 في 10 يعني 160 ملي. نجمع نشوف كم الطول صار. صار عندك متر ربع زائد 35 سنتي اللي هي اللي بفوت في الجسر زائد 16 سنتي.
كم بيطلع هذا؟ متر 76 سنتي. نرجع نتطلع شو حاطينه احنا في الرسمة. تمام؟ في حد عنده مشكلة؟ هاي الديتيلينج بالعادة هي اللي بتنعطل البنا. طبعا بالإضافة لهاي الديتيلينج في بعض الرتوش اللي بتنحكى لكم في إنشاء المباني متهيألي، اللي إنك ترسم هون منطقة شوي هيك دويرة وتحط فيها كيف الطوبات بيجوا، بعتقد في إنشاء المباني حكيت لكم، يعني أنت بتيجي بتحط ترب هيك، وبجوز في الأوتوكاد حتى يمكن مؤيد حكى لكم إنه كيف ترسمها على السريع. هاي أنا لو بدي أرسمها بالأوتوكاد بعرفش طرق سريعة، فبرسمها بالطريقة التقليدية إنه على أساس تورجي الرب، إنه والله اتجاه التحميل هيك، وإنه الرب هيك شكله وهيك تفصيلته هيك فرد الطوب يعني. تمام؟ وفي بعض الطلاب بيرسموا مخطط ثاني فيه الطوب كيف موجود، وفي ناس ترسم الطوب وبتحط بلون ثاني الحديد، يعني بترسم الطوب everywhere زي ما أنا راسم البيمات مثلا بلون أزرق لنفترض الطوب، بحط الحديد بلون أحمر فبيبين ساعتها كل التفاصيل هاي مع بعض. طيب الآن بالإضافة لرسمة البلان اللي هي الأساسية، في عندي secondary drawing اللي المقطع، باخذ مقطع فرب برسم التفصيل التالي، الطوب 24 20 15 20 و6 سم الكفر اللي فوق. تمام؟ والقضبان طبعا هذا المقطع بيكون سموير، يعني انا بكون مثلا عامله هون على اساس ابين فيه قضبان سفلي وعلوي هون، اوكي، او هون حسب شو بدك، يعني منطقه يبين فيها قضبان سفلي وعلويه، وباجي برسمه بهالشكل. هاي 2 فاي 14 اللي هم العلويات، هاي 2 فاي 12 اللي هم السفليات، هدول يعني هدول معروفين وطولهم معروف كلهم. تمام؟ هدف المقطع يورجيك قديش الطوبه سماكتها، قديش البلاطه اللي فوق الطوبه، شو بدنا نحط كانات، لانه الكانات ما بينت في البلان، فالكانات هاي مش مرسومه حقيقه. انا حتى مش حاط عليها سهم، فلازم احط عليها سهم. شو اقول يا شباب الكانات؟ شو نقول عنها الكانات؟ 1.8 كل قديش طلعناها؟ 125 ملليمتر. تمام؟ سي سلاش سي يعني من السنتر للسنتر. فالكانات والطوبة وعرض الرب هدول شغلات بتظهر هون، زائد حديد البلاطة اللي فوق هاي. هلا هاي البلاطة اللي فوق هي صوليد سلاب لم تسلح، يعني واحد بكل مسلحة ما هي بالجسور في بعض المناطق مش إفريوير، وفوق الطوب ما فيها تسليح. فهاي زي ما حكينا الكود طالما التزمنا بشروطه بنسلحها مينيموم. مينيموم يعني شرينكج. طب كيف بدنا نحسب هذا الشرينكج؟ بسيطة، باخذ عرض 1 متر فيها هاي زي أي سوليد سلاب بالدنيا، فبقول أنا عندي العرض متر والارتفاع 60 ملي، فبقول الاريا اوف ستيل شو بدها تساوي؟ 0.0018 في العرض 1000 لانه 1 متر لانها زي سوليد سلاب في ايش؟ و60 بيطلع هذا 108 مليمتر مربع بير متر. هدول يعني 3.8 بالمتر بالاتجاهين اللي هو نفسه هذا الرقم، شبكة الثمانية ملي بيسموها، شبكة الثمانية ملي، وهاي معروفة بالعادة 3 قضبان بالمتر أو 4 قضبان بالمتر. في مرات بيستخدموا شبك 6 ملي ريشت، بتحول هذا لستة ملي بيطلع بجوز 5 قطع في المتر، وبكون الريشت له تفصيل معين، أوكي؟ يعني حتى بيجي جاهز زي قطع جاهزة شبكة. أي إشكالية عندكم هون في السكشن؟ في حد عنده إشكالية بالسكشن؟ طبعا الكانات لازم يكون في لها سهم، بس حكينا عنه. حط الأبعاد. هذا فيما يتعلق بديتيلينج مين؟ السلاب.
ديتيلينج البيم نفس الايديا تماما، بس انا شباب هون راسم ديتيلينج البيم بشكل جزئي قاطعه، يعني لانه لو بدي احطه ستريت هو الاصل يرتسم هيك، بس لو بدي احطه ستريت بصير صغير جدا. لو بدي احط البيم هيك ستريت شو راح يطلع معي؟ بصير المقطع صغير جدا او الرسم. فانا شو عملت؟ قطعت هذا لحال حطيته تحت، قطعتهم يعني، وعملت هذا العمود منطقة مرسومة في الجهتين، ففي كأنه قطع هون في الرسم، في كأنه قطع هون. لاحظ انه هذا القطع مش نفس مكان هذا القطع، يعني هذا العمود في الجهتين مرسوم. اوكي طيب، نفس الفكرة تماما. القضبان السفلية كم طولها؟ نيجي نحسب أطوال البيمات. البيم هذا طوله 6 أمتار، الكلير 5.60 أمتار. مدام 5.60 أمتار طلع السفلي 7.16، مظبوط؟ كم طولهم بطلع؟ ال 7.16 كم طولهم بطلع؟ يا شباب قديش هاي القضبان بدها تفوت من هون وتفوت من هون؟ شباب 15 15 100%. فخمسة أمتار وستين ضف لها كمان 15 سنتي من هون و 15 سنتي من هون بتصير 5.90 أمتار. خلص بنجيبها 6 متر وانتهينا. نو اذا بطلب منك في امتحانات حدد أطوال القضبان، بتحدد أو بتكتب الحد الأدنى للطول المطلوب، بعدها شو بقربوه هم حرين المنفذ. ف5.90 أمتار نكتب، يجوز المنفذ يجيب قضبان 5.90 أمتار. في المشاريع الضخمة يا شباب زي روابي بتخيل بيجيبوا ممكن قضبان 12 متر وبصيروا يقصقصوا منها، أو ببعت الطلبية للمصنع إذا في كميات كبيرة انه ابعت لي انت قضبان 5.90 أمتار، فالمصنع ببعت له القضبان بالطول المطلوب مشان يوفروا حديد. طب العلوي هذا اللي هون، هذا 6.25 شو راح يطلع طول؟ او خلينا نعمل السفلي الثاني، السفلي الثاني شو راح يطلع بدون ما نغلب حالنا؟ كم؟ 6.9 صح؟ ليش 6.9؟ لأنه هذا الكلير كم؟ الكلير كم؟ 6.6 15 15. طيب بدي حد يجاوبني هلا، وراح انتظر شوية. قضبان العلوية هدول كم طولهم؟ يلا مين متبرع؟ اللي هي بشوف الأكبر من الـ LN على 3 صحيح. الـ LN الكبير، مين الـ LN الكبير؟ الـ 6 و 6 و 5 و 6 6 و 6 يعني عندي من الشمال 6 و 6 على 3 طيب، ومن اليمين 6 و 6 على 3 نفس الشيء، يعني كأني بضرب 6 و 6 على 3 في 2. وشو بدنا نضيف لها هاي كمان؟ عرض العمود، عرض العمود اللي هو 40 سم. فالأولى 220 والثاني 220، هاي على 3 84 84 84. في سحر هون؟ لا. في شعوذة في الموضوع؟ عاديا طبيعي. لو بدنا نحل على خرساني واحد ك اكزاكت بصير فيها صعوبة، بصير بدك تحسب بالمومنت، معادلة المومنت وين الانفليكشن بوينت وقصة. بس زي ما انتم شايفين معظم السوق بيشتغل هيك، ولسه في ناس بتروح يعني اكثر من هيك، بتمد القضبان العلوية all the way كارثة. يعني بيجي بقول لك أكبر قضبان علوية دول 6.25 خلص مدهم all the way هون ومدهم all the way هون وخلصنا. كوارث هاي من ناحية التكاليف.
ظل عندي القضبان هذول. لاحظوا انا راسمه هوك لانه قطعا مش راح يكفي ستريت. حتى تتاكد هذول القضبان فاي 16 اضرب في 60 مش 60 ضرب قطر البار 96 سم بيطلع. طب انا معاي كل اللي معاي 40 سم اصلا بده يروح منهم الكفر لسه، فغصب عني بدي هوك. طب لا يكون الهوك ما يكفيش، لو ضربنا الهوك 20 في قطر البار بيطلع 32 سم. يعني ها قربت من ايش؟ من الحد. تمام، فالهوك كافي. اوكي الان كم بيطلع طول هاي القضبان؟ يلا اشوف هاي المسافه كم. ال ان 4 100% اللي هي 5 امتار و60 على 4 واللي قديش تطلع 1.4 تطلع 1.4. وهاي المسافة كم؟ 35 سنتي اللي هي إذا ثبتنا الكفر 35، يعني إذا ثبتنا الكفر عفوا 5 سنتي. وهاي العكفة كم؟ هي 16 في القطر، 16 في قطر البار، يعني هاي 16 ضرب 16 اللي قديش تطلع هاي 256 مليمتر، يعني 26 سنتي تقريبا، يعني مش محاسبينك على الملي، 5.26 تقريبا. اجمعهم قديش بطلع طول البار؟ متر وشوي، 40 و35 متر و75 26 2.01. طبيعي لو انا مكانك بجيبها مترين، يعني ما بتفرقش. ما هي مين قال لك ال ان على 4 يعني هي رقم منزل؟ يعني لو ان احنا تجاوزناها شوي صغيره مش راح تكون هالبيج ديل. فلو انا هاي ريال بروجكت بجيب هاي القطعه مترين، ما بروح جايبها من 3 متر ولا مترين ونص، لانه يعني مشان سنتي مش مستاهله. على الجهه الثانيه نفس الاشي، هاي 26 سنتي لانه نفس الموديل قطبان 16، فهاي 0.26 وهاي 35. طب شو اللي بيفرق؟ هاي اللي بتفرق صح؟ كم هاي؟ 6.6 على مين؟ على 4. 6.6 على 4 دي 61. 61 و35 و26 هاي بتطلع مترين و26 سم. هاي طلعنا اطوال القضبان كله. ضل في عندي شغله ثانيه، الكانات. الكانات معروفة، واحد فاي 2 فاي 8 كل 15 سم. هاي طلعنا الديتيلينج الإنشائي، لكن ضل في عندي معضلة تنفيذية. شو المعضلة التنفيذية؟ ايش هاي الكانات؟ طبعا واحد فاي 8 2 فاي 8 عفوا مش واحد فاي 8 اسف، هاي هذا الرقم لازم يكون 2، ليش حطوا انا واحد؟ هاي 2 فاي 8 كل 150 ملي. شو المعضلة التنفيذية؟ تشريك. آه شباب، لا التشريك موجود. المعضلة التنفيذية هدول الكانات اللي في النص محطوطين، شو بده يمسكهم من فوق؟ بدك قضبان لتربيط الكانات، ماشي معي؟ فأمامك خيارين، الخيار الأول أضيف قضبان جديد للتربيط، الخيار الثاني واللي هو أفضل أستخدم جزء من هاي القضبان للتربيط فأمدها والبقية أخليه مقطوع زي ما هو. فأنا كل اللي عملته هاي كلير، كل اللي عملته هدول الستة فاي 16 بدي أمد جزء منهم مشان نربط، ونفس الشيء هدول الثمانية فاي 16. طب كم بار لازم أمد للتربيط؟ أول جايدنس عدد قضبان تربيط الكانات يجب أن لا يقل عن عدد الليجز. يعني إذا أنا حاطط كانتين يعني أربع ليجز، فبدي على الأقل أربع قضبان. شو السبب؟ لما تحط أنت كانتين بيجي الوضع عندك هيك. إذا حطيت تو بارز للتربيط شو بصير؟
هيك. تخيلين معي شباب، طب هاي ربطنا واحد هون وواحد هون، طب وهدول المنطقة مالها فالتة صح؟ عامل هو ماشي بضرب بجذبة هون ولو مخربش الدنيا، فعشان هيك بدك كمان بار هون وبار هون. واضح كيف؟ فإذا أول جايدنس للتربيط إنه عدد القضبان يجب أن لا يقل عن عدد الليكس، يعني هون بدي حد أدنى أربعة. الجايدنس الثاني العلاقة في العرض، إذا البيم عرضه 30 سنتي قضي بين للتربيط بكفي. إذا البيم عرضه من 30 من يعني أعلى من 30 وأقل من 60 ثلاث قضبان بكفي. إذا أعلى من 60 لحديت 80 أربع قضبان بكفي. طبعا هاي ديروا بالكم هاي ليست قواعد في كود، إنما هي خبرات من عندي، يعني هاي تراكم خبرات من عندي. كمان مرة بعيدهم، 30 فما دون قضي بين للتربيط بكفي، أعلى من 30 وأقل من 60 أو لحد 60، أعلى من 30 لحد 60 ثلاث قضبان، من 60 ل 80 يعني above 60 to 80 أربع قضبان، أكثر من هيك خمس قضبان بدك للتربيط. طبيعي الجايدنس الأول هو اللي بيحكم، يعني افرضوا عرض الجسر عندي 30 سنتي لكن في كانتين، عندي عرض جسر عرضه 30 لكن حاط في كانتين من الداخلات هيك، كم بار بصير بدي للتربيط؟ مفروض أربعة، مفروض أربعة 100%. أو عرضه 40 سنتي وعندي ثلاث كانات من الداخل أو كانتين من الداخلات بصير عدد الليكس. طيب احنا هون طبعا اللي حاكمنا اربع كان عرض الجسر هو عرضه 40 سنتي، يعني لو فيش كانتين من الداخلات كان بس بنحط ثلاث قضبان، لكن للاسف الشديد عندنا تو ليجز تو ستربس يعني فور ليجز، فعشان هيك بدي اربعه، فمن هدول بشطب وبخلي اثنين وبمد اربعه. نفس الفكره الاربعه بمدهم هيك تمام، ونفس الشيء بشطب بخلي اربعه وبمد اربعه للتربيط، الأربعة ما مدهم هيك تمام. هذا اللي أنا رسمته وين؟ السلايدات اللي بعدها. خليني مشان الأمور ما تكركبش معكم أروح للسلايد اللي بعدها. That's it. شايفين معي القضبان القصيرة لا زال طولها مترين وسنتي، القضبان الطويلة صار طولها 5 متر و61 سنتي. طبعا منطقة الاوفرلاب، واحد راح يسألني كم منطقة الاوفرلاب هاي؟ اللي هي السبلايس لينك، والسبلايس لينك يو مي كونسيدر ات ديفلوبمنت لينك، يعني هاي المنطقة تجاوزا اعتبرها ال دي تمام؟ وبتقدر تحسب هذا الطول هلا انت بسهولة، بتقدر تحسب هذا الطول لأنك إذا أنت راسم أوتوكاد تقدر تقيسه قياس، بدك تحسبه حساب سهل العملية معك الكلير سبان، تطرح منه هاي وبتجمع له ال دي تمام، يعني الكلير سبان معك من هون لهون اللي هو 5 متر و60، اطرح منه لهاي المسافه اللي 220 واجمع له ال دي، بيطلع معك هاي المسافه لل اكستندد بارز، واجمع لها 35 واجمع لها 26 سنتي. ونفس الشيء الثاني هون، القصيره ضلت 226 والطويله صارت 6 متر و61 سنتي. وزي ما قلت هذا الاوفرلاب اللي هو عباره عن الديفلوبمنت لينك، تقدر تاخذه نفسه ال دي. راح يسالني واحد منكم يقول لي ال دي لاي قضبان؟ طب هذا اوفرلاب بين قضبان فاي 16 وقضبان فاي 25، شو رايكم؟ ال دي لمين؟ للاعلى للاكبر. دائما لما يكون في عندك اوفرلاب بين قضبان مختلفه في السايز بتاخذ ال دي للاكبر، يعني اللي بيحكم السبلايس لينك القضبان الاكبر تمام. طيب خلينا في نهايه المحاضره في اخر كم من دقيقه نحكي شويه عن البيم جيردر سيستم. شو البيم جيردر سيستم؟ هو نظام من انظمه الاسقف انت بتحمل جسر على جسر فيه. Beam is supported on a beam which is called a girder. طبعا البيم الحامل بيكون girder اسمه. مكتوب النظام اسمه beam girder system.
هلا هاي العبارة بتهمني جدا. شو بتقول هاي العبارة؟ For the system to work properly, the beams, especially the girders of them, they shall be dropped. حتى فهمكم كيف هذا النظام، خلينا نروح للبورد شوي مشان فهمكم فكرته. تخيل عندي غرفة مثلا هيك، وأبعاد هاي الغرفة يا شباب 8 متر في 10 متر، وهي عمدان هون طبعا، هاي سنتر تو سنتر. فأنا لو بدي أعمل لها نظام إنشائي هاي بالأغلب توير بديسلاب عشان يكون موفر، أو بجوز يعني بتكون حد بين الربد والفويدد، بصراحة بجوز أعملها توير بديسلاب. لكن لو مثلا إجا برا وضاف جسر هون، لاحظوا صارت الخانة اللي بين أربع جسور هي الخانة، وهاي الخانة صار كم طولها؟ 4 متر. فبنعمل فيها one way slab بسماكة بلاطة كم؟ قليلة جدا، يعني 4 متر لما تحكي 25 سنتي وزيادة، كافي وزيادة ال H. بينما بدون الجسر اللي حطه براء، لو أنا بدي أعملها two way slab، لسه ما أخذناش هذا الكلام بس يعني لاحقا راح نكتشف إن بدنا حوالي H 40 سنتي. فشوف أنا سماكة البلاطة من 40 سنتي two way قدرت أقللها ل 25 سنتي one way. بس حتى هذا النظام يشتغل صح، أول إشي هذا الجسر بنسميه بيم المضاف، الجسر المقابل اللي هون واللي هون شو بصير اسمهم؟ جيردرز. هذا جيردر، لأنه شو اللي بصير؟ الجسر هذا المضاف كأنه يتكئ على الجيردرز، وبالتالي الجيردر هون فيه concentrated load هائل بيجي عليه، والجيردر هون فيه concentrated load هائل بيجي عليه. حتى هذا النظام يقدر يشتغل ويعطينا نتائج مثمرة ونقدر نخفض السماكة، لازم هذا الجيردر وهذا الجيردر وكمان الجسر يكون دروبد. هذا الجسر يكون دروبد. هلا إذا كانوا يعني ريجد، يعني بيمات ناصحين ومرتبين، فإن لم يكونوا كذلك فإيش؟ فمش راح يشتغل النظام. يعني إذا حطيت هذا البيم هيدن وهذا البيم هيدن وهذا البيم هيدن على الفاضي، بصير هذا البيم اللي حاطينه هون يعني بخفف شوية تقوس، بس بخفف الديفليكشن بس، أما هو ما بيشتغل بيم جيردر. كلمة بيم جيردر معناته يا شباب إنه أنا اتجاه التحميل إذا عملته one way صار هيك، وصار طول البلاطة بس 4 متر. مدام طول البلاطة 4 متر معناته حديد البلاطة بده يقل، وزن البلاطة بده يقل، شغلات كتير. معناته والله هذا النظام جذاب، يعني هذا النظام جذاب جدا في الغرف الكبيرة. طب ليش مش كثير مستخدم؟ شو رأيكم؟ مين بيعطيني تعليق نختم فيه المحاضرة؟ ليش هذا النظام لا يستخدم كثير؟ لا يعني most probably، لأنك أنا بحكي لك بتوفر، تخيل في البلاطة وفرنا من 40 لحديت 25. هي كلمة مكلف قد تكون صحيحة إذا دخلت الـ indirect cost فيها، تمام؟ بس خلينا نفصل شو يعني مكلف. يعني كلامك سليم، أنا اطلعت لما حكيت لك، لا اطلعت على المواد، هو مكلف على الأوفر أول. طب ليش بده يكون مكلف؟ أيوة، أول شغلة حكتها دينا، معماريا المعماري، تخيل أنت عندك في غرفة هيك يطلع جسر في نص الغرفة، المعماري مش راح يعجبه، تمام؟ يعني غرفة صفية وجسر طالع في نصه مثلا، ولا غرف سكنية ولا إشي والجسر طالع في نصه، ما راح يكون المعماري مبسوط إنه يطلع لك جسور دروب بارزة. إحنا حكينا إنه المعماريين دائما بيكرهوا الجسور الدروب. طب مين بيكره الجسور الدروب غير المعماري وهو يسهم أكثر في التكلفة؟ القصير قبل القصير، لا قبل يعني هذول بيتكلموا بس مين؟ طوبرجي نفسه، طوبرجي البنا 100%. يعني هاي الغرفة كما
مواد إذا عملت هذا النظام قد تكون أقل تكلفة كمواد باطون وبجوز حديد، ممكن حديد ممكن لا، لكن باطون أكيد بتوفر. إحنا حطينا الجسر الزيادة هذا، فديش بديوك الباطون بس وفرنا 15 سنتي في سماكة البلاط، تمام، غير إن الحديد اللي وفرته في البلاط طبيعي بده يتبعه حديد زيادة في بعض الجسور. At the end of the day لو حسبت تكاليف مواد I guess إنه ممكن يكون أوفر هذا النظام، لكن مشكلته يا شباب هذا النظام زي ما حكى زميلكم قبل شوية البنا. البنا بده يجي يقول لك تعال يا عم احنا وينك انت، هذا بدنا ثمن براني وهذا براني وهذا براني، فبتلاحظ الاوفر اول تكلفته اعلى. سنكمل ان شاء الله في الدرس القادم. في حد عنده سؤال؟ في حد عنده سؤال؟ يلا يعطيكم العافية شباب.